ازيكم عاملين ايه؟ عشان تبقى قدوة لابنك لازم ابنك يشوفك بتعمل اكتر ما بتتكلم واكتر ما بتنصحه، وبدل ما انت عمال تقول له ايه ده انا بحبك وريله الحب ده عملي، بدل ما تقول له انا مثلا ما بشتمش مش هبقى انا بشتم واقول له ده انا بشتم عشان انا متعصب، بدل ما اقول له مثلا ما تضربش اخواتك ما بقاش انا بطول ايدي على اي حد، بدل ما اقول له ما تتعصبش ما بقاش انا بتعصب وبزعق في اي حد. يبقى عشان انت تبقى قدوه لابنك لازم يشوفك بتعمل اكتر ما بتتكلم، بمعنى ما ينفعش اقول له احترم مامتك وانا مش بحترمها، ما ينفعش اقول له مثلا احترم كلامك او كلمتك خلي كلمتك واحده وانا كبابا او كماما ما بحترمش كلمتي، ما ينفعش اقول له احترم مواعيدك وانا كبابا او كماما ما بحترمش مواعيدي، ما ينفعش اقول له صلي واحترم دينك وانا كبابا او ماما ما بحترمش الصلاه او مواعيدها او ما بصليش قدامه وبطلبه ان هو يحترم ده، ما ينفعش اقول له احترمني واسمع كلامي وبس، احترمني واسمع كلامي وانا بعمل الحاجات دي قدامي وانا بعمل الحاجات دي قدامه. يبقى ما ينفعش اقول لابني احترم ماما وانا ما بحترمهاش، ما ينفعش اقول لابني اسمع كلامي وانا ما بنفذلوش الحاجه اللي في المقابل ده انه هيسمع كلامي بيها. يبقى عشان اكون قدوه لابني لازم اكون قدوه بالفعل مش بالكلام، لازم اكون قدوه بالفعل مش بالكلام. تمام، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.